شالك. الو ايه يا بيبي، عامله ايه؟ وحشاني يا بنت. في حاجه يا احمد؟ احمد انا مكلمك عشان احنا لازم نسيب بعض. ايه يا بيبي اللي انت بتقولي ده؟ ليه كده يا عزه؟ عزه اصلي ابن خالتي جاي من الكويت ومعاه فلوس كتير قوي يا بيبي. ايه اللي انت ده؟ انت روحي، ده انت حياتي. انت في حاجه يا احمد؟ ده انت الهوا اللي انا بتنفسه. انت انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك. ايوه ما لازم اسيبك بمحنك ده سليم يا ملزق. يوديك كده يا عماد. متشكرين على الالم وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح، متشكرين على الالم وعلى الجراح. طب بما اننا داخلين على امتحانات التصاريف في الجامعه صح؟ ايوه انا هتطرق. قول لنا ايه اخبار الامتحانات السنه دي؟ الامتحانات طب انت اصلا بتذاكر قبل الامتحان بقد ايه؟ بذاكر كل عمرك غشيت في امتحان؟ ايه رايك في المسلسلات بتاعت السنه دي؟ ايه اكتر مسلسل عايز تتفرج عليه؟ خد اقول استغفر الله العظيم. ايه يا ولية في ايه؟ جهز القدر مستعجل كده ليه؟ ايه يا اخوي؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تجيب لي شاي. احنا صايمين يا راجل. بجد والله؟ اه. خلاص هاتي لي ميه. احنا صايمين بقالنا. بجد والله؟ اه. ازاي النهارده السحور يبقى قليل كده؟ انا قايم جعان. يا راجل حرام عليك، ده انت ضارب 17 بدل واحده. بجد والله؟ الفول كان قليل، يعني ايه مثلا تحط لي نص قدره فول؟ المره الثانيه هبقى احط لك القدره كلها. مش شايفاني خاسس ازاي؟ اه والله خسيت قوي. شفت شعرك الجديد؟ حلو 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 شعرك القلب في وشي. بتقول حاجه؟ لا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب ما حرمنيش مني. بقول لك ايه بقى، انت عامله لنا ايه النهارده على الفطار؟ خروف. خروف؟ اه بس خلاص انا عندي فكره جديده، احنا نعمل برنامج سياسي. انا اسف. ايه يا ابني مالك؟ الحاج خلاص خليني جبت اخري. كلام عندي كل شويه اسطوانه. اقعد ذاكر اسمع كلام امك. ما هو انا مش لاقي طريقه تعامل معاه. محلوله. بص يا صديقي، عشان تحل الاشكاليات اللي بينك وبين ابوك لازم تشوف المحاور بتاعه المشكله. انت المشكله اللي ما بينك وبين ابوك ان انت بتفكر بفكر جيل وهو بيفكر بفكر جيل تاني، فاحنا لازم نوصل لحل وسط. لازم ان انت تبدا تعتمد على نفسك وما تعتمدش على ابوك تماما. ما تخليش الدنيا هي اللي تمشيك يا صديقي، لازم انت اللي تمشي الدنيا زي ما انت عايزها. وابدا اعتمد على نفسك واثبت لابوك ان انا مش محتاج منك حاجه. ارسم الحياه اللي انت عايز توصل لها يا صديقي وما تعتمدش على حد. انا ممكن اعتمد على نفسي بس عشان اعتمد زوغ منه فلوس. ما تسلفني 2000 جنيه ابدا بيهم حياتي. اوعدك اول ما اجيبهم اديهم لك. بص يا صديقي، الاب ده ابوك، لازم تفضل تحت ظل ابوك ولازم ترجع له وتتاسف له وتقول له يا ولا اسف واعمل اللي هو عايزه منك واقعد ذاكر واسمع كلام امك. هم دول اللي في عينك يا ابني في الحياه. اه بتعتمد على نفسك مش كده؟ الو ايه يا اسطى؟ بقول لك انا قررت اخس وعارف ان مفيش غيرك هيساعدني في الموضوع ده. عاش واحد اتنين ثلاثة ثلاثة خمسة ستة اجي في المكان اجي في المكان. الو ايه يا محمد؟ ايه يلا انت فين؟ ما تيجي ننزل؟ لا انا داخل انام. سلام. قفشتك كلنا نايم. ها تعال مستنيك من بدري. عمو ازي حضرتك؟ طيب يلا اخرب بيت عشرة. بالراحة على الباب يا حيوان يا عم فدايا. ده انا زي مصطفى بالظبط. المهم بقى ايه؟ هتودينا فين؟ بقول لك ايه؟ ايه رايك ناخد امك كده ونطلع اسبوعين جمصة؟ هنطلع جمصة يا مصطفى. يطلع يلا يا عم بس بقى. كلنا موجود في حياتنا صحاب كتير جدا. لا كلنا موجود في وكل واحد من دول هو ليه. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ارتقوا.
بس الحمد لله. لا راح يصحى. طب الحل بيكون ازاي؟ الحل بيكون ازاي؟ عندنا برضه في نفس عشان انا بعيد بقى. انت الوحيد الشخص انت الشخص الوحيد مصطفى انا كلمتك عشان احنا لازم نسيب بعض. اسمه احمد. ايه؟ اسمه احمد. احمد انت مشغلت يعني عزة احمد اي البس هتلبسني انا يا ايه هلبسك ايه يا مؤاخذة هنتكلم في ايه هنتكلم في ايه هنتكلم في ايه هنتكلم في النوع الخامس هو صاحبك هو ايه انت نجم ده انت كدوتي انت كدوتي والله نجمي